إذن المشاهدين الكرام، البداية ستكون مع ملف الأقصى. ملف الأقصى، واليوم كان في لقاء على مستوى مجلس النواب الأردني، تم الدعوة من لجنة فلسطين النيابية لأعضاء مجلس النواب وبحضور الحكومة ممثلة بوزير الخارجية للحديث عن آخر الأخبار والتطورات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والاقتحامات الأخيرة. كان هناك كلمات لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وزير الخارجية أيمن الصفدي، رئيس لجنة فلسطين يحيى سعود، ورئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبد الله العكايلي. سنعرض لكم لقطات سريعة من هذه الكلمات، نتابع. وإذ تمر القضية الفلسطينية بظروف حرجة ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع، فإننا نؤكد رفضنا المطلق لهذه الإجراءات، ونحذر من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلم سلطات الاحتلال الغاشمة، الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقفا صلبة تكون بمستوى الخطر، وهو ما أكدنا عليه في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بالدعم الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين. والأردن مستمر بمتابعة مباشرة من جلالة الملك بالقيام بكل ما يستطيع، ليس فقط فيما يتعلق بالقدس وحماية مقدساتها، ولكن أيضا فيما يتعلق بالصراع بكليته. وموقفنا ثابت أعلناه غير مرة، ويؤكده جلالة الملك في كل اجتماعاته وفي كل المحافل الدولية، بأن لا سلامة ولا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون زوال الاحتلال وقيام توصيات لجنة فلسطين النيابية. أولا، تقدير الدبلوماسية الرفيعة المستوى التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل الدولية. اثنين، رفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وهناك قرارات صادرة عن اليونسكو أن 144 دنم هي مكان للعبادة للمسلمين فقط، وهناك قرارات آمرة لا تسقط بالتقادم، وخاصة القرارين 252-271. ثلاث، عدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس، فهو مخالف للقوانين والقرارات الدولية. أربعة، دعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية للتأكيد على دعمهم لحل القضية الفلسطينية. هذا الكيان كيان مصطنع مأزوم، مأزوم سياسيا بدليل فشله في تسكير حكومة ائتلاف قبل أشهر، فذهب إلى انتخابات بديلة مبكرة في تشرين القادم. مأزوم عسكريا فقد مل جنوده بالرغم من شدة بأسهم الظاهرة عملية الاستنفار المستمر، وبدأ جنوده يبكون ويتباكون وتعم الأمراض النفسية في أوساطهم. مأزومون ثقافيا وإثنيا وعنصريا بين شرقي وغربي وفلاشة. مأزومون اقتصاديا لولا شرايين المد المستمرة بمليارات الدولارات من الجمعيات الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية لما صمد هذا الكيان. مأزوم في كل الاتجاهات، فلسنا نحن الوحيدين المأزومين، ليست الأمة فقط هي المأزومة، ولذلك هم يراهنون على عملية شد الأصابع وعض الأصابع. من يصرخ أولا؟ يستغلون فرصة ضياع الأمة وترديها وتراجعها واحترابها ودخولها في معارك جانبية واحتلال بعضها لأقطار بعض ومحاصرة بعضها لبعض. يستغلون الفرصة ليمررون صفقة القرن برعاية أمريكية صهيونية من الإنجيليين وكل اللوبي الصهيوني ومن يقف في صفهم. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكلمات خلال هذا اللقاء والاجتماع النيابي الحكومي. وللحديث أكثر في تفاصيله، اسمحونا أن نرحب بمقرر لجنة فلسطين النيابية سعادة النائب الدكتور أحمد الرقب. دكتور أحمد، مساء الخير. مساء الخيرات، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك سعادتك. يعني جهود الحقيقة للجنة فلسطين لمجلس النواب، موافقة بالكامل على توصيات اللجنة 17. ممكن تحكي لنا ما هي أبرز النقاط التي وضعتوها كتوصيات في لجنة فلسطين، وماذا يعني موافقة المجلس عليها بالكامل؟
شكرا جزيلا. حقيقة دائما هذه القلعة الإعلامية الشامخة والفضائية المنتمية إلى دينها ووطنها وقدسها ومقدساتها اليرموك في الطليعة في الذب عن حياض القضايا الحساسة وخاصة قضية القدس والاقتحامات الأخطباتية الجديدة والمتتالية لقطعان المستوطنين. الحقيقة نحن في لجنة فلسطين في حالة انعقاد من فترة طويلة شبه كامل، وتداعينا ضمن الأحداث الأخيرة في شهر آب الذي تنتاب فيه العقلية الصهيونية هستيريا خرافية بمزيد من الاقتحامات للمسجد القبلي وباب الرحمة وغيرها من المقدسات والمسجد الأقصى. تداعينا إلى اجتماع طارئ فوري وتدرسنا ما هي الخيارات الممكن أن نقوم بها في إطار الدبلوماسية المتاحة، وفورا طلبنا بعقد اجتماع طارئ لمجلس النواب ودعوة الحكومة وجها لوجه للوقوف على الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة والتي ينبغي أن يتخذها البرلمان الأردني ولجنة فلسطين ومختلف الفعاليات والاتحاد البرلماني الدولي للحيلولة دون هذه التداعيات الخطيرة لهذا الكيان الغاصب. وفعلا أطلقنا العديد من التوصيات والفعاليات، بدأت بالاجتماع المهم اليوم والذي مثل رسالة سياسية ثقيلة العيار والوزن إلى الكنيسة المأفون وإلى الحكومة الصهيونية المتهالكة المخترقة كما أردف معالي الدكتور عبدالله، والمأزومة سياسيا واقتصاديا ونفسيا وفكريا. هذا الاجتماع حقيقة كان هناك كلمات، وبالمناسبة الشيء الجديد في هذه الكلمات أن السادة النواب أجمعوا أننا يجب أن نذهب إلى مساحات جديدة من الحركة بعيدا عن مجرد الشجب والاستنكار والإدانة ذات اللهجة الشديدة، وبعيدا عن المطالب الكلاسيكية التي لابد منها والتي تعودنا عليها دون أن تقوم الحكومة بأي إجراءات على أرض الواقع، مثل طرد السفير الصهيوني، هذا الجرز الغريب عن أردن الحشد والرباط واستدعاء السفير الصهيوني. وقامت الحكومة بعملية استباقية حقيقة مقدرة، احنا الآن علينا أن نذكر ما أمكن المساحات الإيجابية باستدعاء السفير الأردني من تل الربيع من الأرض المباركة، ونحن سنصر على عدم عودة هذا السفير إلى الكيان الغاصب. أيضا حقيقة بالإضافة إلى هذه المطالب الكلاسيكية، طلبنا من سعادة رئيس مجلس النواب كونه يمثل الآن رئيس الاتحاد البرلماني العربي بعقد جلسة للاتحاد البرلماني عاجلة وطارئة في عمان تحديدا، وذلك لتدارس التداعيات الأخيرة. وأيضا طالبنا بمطالبات واضحة بتجديد عقد المؤتمر الدولي الثالث للقدس وبيت المقدس والمحافظة على المقدسات، وطالبنا بالضغط على وزارة الخارجية الأردنية بالقيام بكل ما أمكن من أدوات الدبلوماسية على المستوى العربي والعمق العربي والعمق الإسلامي والمساحات الدولية والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية والجانب القانوني كذلك والجانب السياسي، لمحاولة إيجاد أي كما قلت قبل قليل مستمسكات لعزل هذا الكيان وتضييق الخناق على هذا العدو المتغطرس الذي كما أشارت كلمات السادة النواب مع الأسف بين قوسين استغل حالة الترهل العربي والاحتراب الداخلي وانشغال بعض الأنظمة العربية بشؤونها الداخلية والاستنزاف الداخلي، وحاول أن يجدد هذه الاقتحامات
وكما قلت في البداية في هذا الشهر ذو الأسطورة التوراتية زادت هذه الاقتحامات ظنا منه أنه قد يوجد شيئا على أمر الواقع. نعم. وأيضا بالمناسبة نحن في بداية توصياتنا كلجنة فلسطين الحقيقة وبكل وضوح دعونا إلى دعم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. نعم. وطالبنا الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف بمزيد من تعيين الحراس والموظفين ذوي الأهلية المناسبة للتعاطي مع الظرف الجديد. نعم. وأيضا ضمن التوصيات دعونا إلى دعم خيار المقاومة بشكل واضح ماديا ومعنويا كرسالة سياسية إلى هذا العدو الذي لا يعرف إلا لغة القوة. جميل. هنا دكتور يعني واضح بأنه يعني لجنة فلسطين مطلعة على كل التفاصيل وتعلم الأوراق التي تملكها الحكومة، لذلك طالبت بها وتعلم الخيارات وتعلم اللغة الدبلوماسية وما هو ممكن وغير ممكن. جميل جدا، لكن البعض قد يقول أنه ما الذي ستستجيب الحكومة له؟ يعني لو هل ممكن أن تضع كل هذه المطالب الحكومة على الرف ولا تقدر هذه الجهود التي بذلتموها على مستوى لجنة فلسطين ومجلس النواب؟ ما الذي سيضمن لنا كمواطنين ولا كمتعاطفين ومتابعين لقضية الأقصى أن يكون هناك تطور على موقف الأردني الذي يصفه البعض بأنه رتيب وأصبح ممل اتجاه الاقتحامات والعربدة الصهيونية على المقدسات؟ أخي جمال، يعني ما ذكرت المقدمة أنه فعلا هو كان أداء رتيب وأداء ممل وأدوات دبلوماسية مكررة مكروهة. بس الصوت شوي صار واطي دكتور، إذا ممكن بس أيوه. هكذا جيد؟ ممتاز ممتاز، تفضل. ما ذكرته أخيرا فعلا أنه هذه الوسائل والأساليب والأدوات الدبلوماسية أصبحت رتيبة ومملة جدا. نعم. ولم يعد الشعب الأردني والشعب العربي والإسلامي عموما يتعاطى مع هذه الرتابة مع الأسف الشديد. وبالتالي فعلا نحن طالبنا بأن نبحث عن أدوات جديدة بعيدة عن هذا الكلاسيكي الممل في التعاطي مع هذه القضية المقدسة. وبالتالي طلبنا مثلا بإعادة ثورية للخدمة العسكرية الإلزامية للشباب الأردني في الأردن، أردن الحشد والرباط، كرسالة سياسية واضحة إلى العدو الصهيوني بأن لن نعبأ ولا نعبأ بأي آثار لأجندات اتفاقية وادي عربة، وإنما سنسعى إلى إيجاد حالة تعبوية للتعبير عن عدم رضا الشعب الأردني عن أداء الحكومة. بل وصل الأمر في عندنا في لجنة فلسطين أن طالبنا السادة النواب وضمن التوصيات التي ألقيت وألقاها رئيس اللجنة اليوم في الاجتماع الطارئ لمجلس النواب الأردني بشأن التداعيات الأخيرة، طلبنا بأن نذهب النواب إلى جسر الملك حسين كوقفة أردنية شامخة ضاغطة سياسيا وشعبيا من ممثلي الشعب ورؤساء الكتل أجمعون للتعبير أننا مستعدون أن نبذل كل الغالي والرخيص والمهد والأرواح، وأننا الشعب الأردني وفي الأردن والعمق الأردني الفلسطيني متفقون تمام الاتفاق بين قوسين على الاسطوانة الأيديولوجية التي ينبغي أن تترجم إلى أرض الواقع. القدس فعلا خط أحمر ونحن مستعدون أن نرسمها بدمائنا وأرواحنا وبكل ما نملك من إمكانات. نعم تمام. يعني هذه الخطوات حقيقة تقدر أنه أعضاء مجلس النواب وأعضاء يعني لجنة فلسطين يريدوا أن يبذلوا ويريدوا أن يقدموا، ولكن معلش تحملنا دكتور أنه المواطن يمكن لأنه شايف في ناس فاهمين عليه وعارفين الهم وعارفين الوجع وبيعرفوا خطابه من هو نائب وقبل أن يكون نائب وغيره، فيزيدوا المطالب يعني ويثقلوها عليهم لأنه هم الأمل، لأن الحكومة لا تستجيب وها هي للمواطنين وها هي تحاول أن تطنش أو يعني تؤخر الاستجابة لمطالب النواب. أعود أقول، هل ممكن أنه مجلس النواب يملك أدوات جديدة للضغط على الحكومة بحيث أنها
يعني ما بدي ما بعرف اذا تجبرها هي كلمه سياسيه او على الاقل تضغط عليها لكي تستجيب، لان يعني عندنا مطالب شعبيه ومطالب نيابيه، وربما لو تم عمل استطلاع علمي على كل بيت اردني لتوافقت هذه المطالب مع ما ذكرتموه، ولكن الحكومه اين؟ معي اخي ناس؟ معك معك. احسنت، واود ان ابين اذا سمحت لي ثلاث ملحوظات في هذا الاتجاه. اخي ينال، انا اقدر تماما ربما حاله من الاحباط التي يراد ان نصل اليها، لكن اود ان اشير من خلال خبرتنا في لجنة فلسطين والتواصل مع الاخوه في القدس والمرابطين والمرابطات والنشطاء وقاله الراي المجتمع الفلسطيني في الداخل، ان اي اداء ولو مجرد وقفه شعبيه او بيان او تصريح ضد هذا العدو المجرم يؤدي الى حاله من الارباك وحاله من عدم التوازن وحاله من الخور عند هذا العدو. يخبرنا الاخوه نحن في فلسطين بكل تواضع احيانا ننشر بيان حول الاقتحامات وقطعان المستوطنين والتحذير من بؤر الصراع والهبة الشعبية الجهادية إلى آخره، يصاب بالهستيريا. فلا لا, لا نستهين بكل حقيقة، وهذه دعوة أرجو أن تأذن لي أخ ينال مثلا من بريكم هذه القلعة الإعلامية الشامخة اليرموك، لا نستهين بأي جهد، خطيب الجمعة، المعلم في المدرسة، الأكاديمي في الجامعة، الإعلام في قلعته الإعلامية، الشباب في جامعاتهم، نحن في مسيراتنا، في مهرجاتنا، في الأقلام، في المقالات، كل هذا يؤدي إلى مزيد من تغيير حقيقة ما يسطره هؤلاء المجرمون ومن يقف إلى جانبهم من المتآمرين من أجندات الاقتحامات للمسجد الأقصى، لأنهم يعلمون أن أي هبة شعبية في العمق العربي الفلسطيني الأردني يعني زوال هذا الوهم الأسطوري الصهيوني. أنا بدي أشكرك شكر جزيل دكتور على كل هذه الجهود وعلى هذا الخطاب، وإحنا بدنا الحقيقة نربك الداخل الصهيوني، بدنا نوصل لهذا الداخل الصهيوني. أننا متوحدون، هم مختلفون كما ذكر اليوم الدكتور عبدالله عكاير وعندهم العديد من الخلافات، ولكن نحن متوحدون، وهذا التوحد سيترجم بإذن الله بقرارات وتوجهات تمثل الدولة، لأنه لن تستطيع بالنهاية الدولة ومؤسساتها أن يعني ترفض توجهات الشعب، وخاصة وإحنا نأمل أن هذه التوجهات لا تتناقض مع رسالة الدولة ولا رسالة مؤسساتها، ولكن هي التردد الذي يعني يمنعهم من اتخاذ قرارات جماهيرية شعبية مؤثرة على مستوى علاقتنا مع الجانب الصهيوني. بدك تحكي شيء أخير دكتور؟ إذا سمحت لي أخي، أنا قلت ثلاثة ملحوظات ذكرته واحدة ربما أكتفي بواحدة أخرى أخي الكريم. تمام. إذن علينا ألا نيأس، ألا نحبط، أن نقوم بكل ما أمكن من الأدوات المتاحة. حتى نحن في لجنة فلسطين وصلنا إلى في اجتماعنا الأخير أن نطالب بأن الحكومة إذا لم تكن قادرة على مستوى التحديات، نحن سنطالب بحجب الثقة كأداة دبلوماسية مباشرة عن الحكومة. وبالمناسبة حينما تصل هذه الرسالة والصفعة السياسية القوية أننا لا نقبل بأي حكومة تتعاطى بأي صورة من الوهن والضعف مع هذا العدو، هذه رسالة قوية جدا لأي حكومات قادمة، أن مساحات الحركة في التعاطي مع هذا العدو مساحات متقدمة جدا. ونحن طالبنا أيضا في اللجنة القانونية أن تعقد اجتماعا عاجلا طارئا لبحث تناقضات اتفاقية وادي العربة وإلقائها في مزابل التاريخ. هذا الصراع أخي ينال بيننا بين هذا العدو طويل مرير، ربما لا نحسبه بالسنين، ربما نعجل أو لا نعجل، لكن إذا بخينا في معركة الوعي والثبات وعدم اليأس وعدم القنوط وعدم حرف البوصلة في إشغالنا بملفات داخلية من بعض المأفونين، أعتقد أننا بإذن الله سنكون من أجيال النصر القريبة بعون الله سبحانه وتعالى. جميل. وهذا وعد الله في النهاية. أكيد. أن ندخل المسجد الأقصى ونتدبر
ما على هؤلاء الصهاينة كبيرا بإذن الله عز وجل. شكرا، شكرا جزيلا لك مقرر جزء فلسطين النيابية الدكتور أحمد الرقب. ويعني واضح بأنه هي ليست موقف نيابي فرد نائب، وإنما دكتور أحمد يعني يحمل مخزون كبير على المستوى السياسي ليتحدث بكل هذا الكلام الحقيقة ولكي يعبر عن هذه المواقف. نتمنى فعلا على يعني كل وسائل الإعلام أن تبرز مثل هذه التصريحات ومثل هذه المواقف، كما يتم إبراز تصريحات مناقضة من الجانب الصهيوني لأعضاء في الكنيسة وأعضاء في الحكومة، نبرز تصريحات مسؤولين لكي نبرهن أنه إحنا مش ساكتين، يعني لأنه العالم اللي بده يتابع بفكر أنه التصريحات تأتي من الجانب الصهيوني وإحنا راضين وإحنا ساكتين. لا، إحنا عنا حراك وعنا مسؤولين أيضا يتحدثوا يمثلوا مؤسسات الدولة، وإحنا نحكي عن مؤسسة تشريعية أهم مؤسسة في الدولة يتم تمثيلها بأشد العبارات ويتحدثوا عن وعد الله. خلينا إذا هم عندهم مرجعية دينية إحنا أيضا لدينا هذه المرجعية ونتحدث بها ولا نخجل منها كما يخجل البعض. على كل حال نكتفي بهذا القدر في هذا الملف الذي أعطيناه الأولوية اليوم بالحديث، نذهب إلى وقفة أو فاصل قصير ثم ملفات جديدة، فكونوا معنا.